استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين بالمملكة، حيث بحث سموه معهم عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بالإسهامات الفاعلة لأبناء البحرين ورجالاتها في مختلف مجالات العمل الوطني، والتي عززت من تقدم مملكة البحرين ووثقت من تعاونها الإقليمي والعالمي، مؤكدا سموه أن نجاح الاستراتيجيات الحكومية يستند على السواعد الوطنية المناط بها تنفيذ برامج هذه الاستراتيجيات، والتي يقودها للنجاح دوما محبة الوطن والحرص على ريادته في مختلف المجالات. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى ما تزخر به مملكة البحرين من معالم أثرية وتراثية وما تشكله من رصيد حضاري للمملكة، حيث أكد سموه أهمية المحافظة على المباني التراثية وصونها، فهي تحكي جزءا من تاريخ هذا الوطن وحضارة شعبه.